اسمي كريم خالد الصبري، كنخدم في ريستورون اموند ميل. بالنسبه لهذا التوقف اللي يعني هذا اللي خرجت الحكومه ديال باللي خاص لي ريستورون والمقاهي تسد، اول متضرر هما حنايا اللي كنخدموا كنوادل وكسرفايه، وحتى الناس اللي كتخدم في لاكويزين حتى هما متضررين. يعني هذا الشيء هذا راه بالنسبه لينا حنا كمده اللي هي طويله مده عام، وهذا الشهر حتى هو شهر كريم، راه حنا متضررين. وكنظن باللي خاص يكون شي قرار اللي هو كيكون ينفعنا حنا وينفع حتى هاد الناس اللي خدامين ان شاء الله. المطالب ديالنا هو انه يكون قرار اللي هو يكون في الصالح ديالنا والصالح ديال الحكومه، وحتى شي حد ما يضر لا حنا ولا الناس المسؤوله. السلام عليكم. الوغ ليلى بن جلون، ممولة حفلة ميزو امان دي ميل، و نائبة الرئيس ديال الفيدرالية المغربية لممول الحفلات بالدار البيضاء اللي كيترأسها سي محمد رحال. فوالا تنتقدموا اليوم باش نهضروا شوية على المشاكل اللي كنلقاوها دابا اليوم مع الجائحة ديال كورونا. دونك انا عندي اون بولانجري باتيسري، يا لا ريستوراسيون اي لو كافي. اليوم خرج سميتو القرار بان خصنا نشدوا المقاهي ديالنا ونشدوا لي ريستورون. المشكل ان كاين تبارك الله اليد العامله كثيره في هذا الميدان هذا، واليوم الدوله مالوغوزمون ما عطاتنا حتى شي حاجه الى يومنا الان دوبي لو موا دوكتوبر. دونك هادي كاين واحد لو غوتار ديال واحد 5 شهور ولا 6 شهور لهاد الناس هادو عندهم الكرا ديالهم، بدينا نخدموا شويه. ولكن اليوم عاوتاني في رمضان كتعرفوا المصاريف ديال رمضان تتكون شويه مجهده، وعندهم الكرا ديالهم وعندهم المدارس ديال الدراري وعندهم، وعادي تحبس الخدمه وما عرفناش كيفاش نديروا. زعما فريمون واحد المشكل تطرح لنا كبير. حنا كنطالبوا اليوم الا كان ممكن، انا بعدا نخليو غير لو سيرفيس ليفريزون باش يخرج داك لو سيرفور ولا الزبون اللي كان بعدا عادي يخرج باش او موان دور الحركه شويه. الا كانت بيان سور لا ليفريزون خصها تكون في الليل من فوق من بعد المغرب، حيت الا قبل المغرب راه حنا حالين حتى 8 د الليل، عطاونا لوتوريزاسيون باش نحلوا جوسكا 20 ولكن من 20 الفوق شنو عادي نديروا؟ الا بعدا اصلا سميتو المغرب عادي تكون كتكلم مع 7 د العشيه، من 7 ل 8 ما يمكننا نسربيو حتى شي واحد. دونك داك السرباي ولا داك الباغمان ولا داك الشيء حتى شي واحد ما عادي يخدم، ما كاين شيء. فان تكون زعما عادي خصنا نسدو حيت ما يمكنناش نخدموا على ساعه د المكانه. مالوغوزمون تيقولوا بان عادي تكون المساعده ولكن مازال ما شفنا شيء. بعدا فهاد لو ميتي ديالنا حنايا ديال تريتور وديال لا ريستوراسيون راه ما كايناش المساعده اصلا نهائيا. تيقولوا لنا بان راه داك لي 2000 درهم عادي يرجعوا، ولكن فوقاش الله اعلم. مازال ما كاين شيء، ما عطاونا شيء. المطالب ديالنا سهله، اوموان بعد هاد لي تاكس بروفيسيونيل ولا باتونت ولي تاكس ديال لي تيغاس لي الشهر كله عادي يكون كلشي شاد. ما يمكنش الواحد يجي يخلص واحد لا تاكس وحنا اصلا الخدمه ما خدامينهاش. سا سي لا بروميير دي شوز. دونك لي تاكس بروفيسيونيل وبيان سور المساعده ديال لو سيرفور والبارمان والناس اللي تيخدموا معنا في لا ريستوراسيون ان جينيرال خصهم يكونوا خدامين، حيت الا ما تلقاتش لا ليفريزون ما عادش يمكن لهم يخدموا، حيت هو الحل الوحيد. دابا حنايا نسدو عادي نسدو حيت طلبوا لنا باش نسدو مع 8 د الليل، ولكن او موان الكوزينه تبقى خدامه وتبقى لا ليفريزون، او موان نوصلوا للزبون لومبورتي ديالو ولا ليفريو. راه كاين تبارك الله اكثر من 10000 ديال لي موتو ديال لي ليفريزون، او موان بعد هاد 10000 الناس يخدموا. فوالا. بالنسبه للحركه والحركه في شهر رمضان كانت كتكون محركه، اللهم لك الحمد، من غير الجائحه كانت تكون محركه. هذا العام ما كاينش شيء بوغ لو مومون، ما كاين حتى شي حاجه حيت نكونوا سادين. دونك شمن حركه عادي تكون، مي او نيفو دو لا بولانجري باتيسري هي الحاجه الوحيده اللي كتحرك في شهر رمضان، هي الوحيده اللي كاينه. فوالا. طلبوا بالك ديال الضمان الاجتماعي؟ هي الضمان الاجتماعي نورمالمون قالوا، ولكن راه قالوها لنا دوبي لو موا دوكتوبر من شهر العشرة، هما تيقولوا لنا عادي يعطيو لي 2000 درهم ديال 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 الخدام. ما كاين شيء من نهار من شهر 10 ما شفنا حتى شي حاجه، ولكن خصو يكون شهر بشهر، ماشي يكون عادي نقول لك بان عادي يكون 6 شهور من بعد عاد باش يمكن لك تاخذ ديال شهر 10 ديال العام اللي فات. خص هذاك السلباي ولا الخدام خصو ياخذها شهر بشهر باش يتنفع بها.
ودابا كاين التوقف. دابا حنا مثلا ما عرفناش والله العظيم الا جوج دابا اليوم حتى لحد الان مازال ما عرفناش راسنا شنو غادي نديروا. فوالا عاد تعطى القرار، خرج القرار بان نسدو مع 8 د الليل، مازال ما عرفناش واش غادي يخليو لنا محلول ما بين 7 و 8، واش غادي يجيو الناس يمكن لهم يفطروا سيغ بلاص، مازال ما عرفناش. ما كاينش، ما عطاوناش حتى شي حاجه اللي تقول شي حاجه زعما باينه، ما لقيناهاش. فوالا واه شنقول لك، الله يهز علينا هذه الجائحه. صافي راه عينا دي عام ونص، الله يجعل البركه فريمون. عتي كل شيء عيا ديال بصح، حيت ماشي شي خدمه كاع، كنخدموا شويه ولكن ماشي داك الشيء كيف كان شحال هادي. لا الباترون لا الخدام لا حتى شي حاجه. هو بيان سور حتى لو باترون راه بحال راه الا ما خدمش الخدام ما عاديش يخدم لو باترون، سكي تو تافي نورمال. هادشي اللي عطى الله والحمد لله والشكر لله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.